زملائي بشركة البريغا لتسويق النفط بكل أقسامها. بسم الله. مهندس حاتم استلام الشهادة. قدم إدارة مستودع الزاوية النفطي لجميع المستخدمين. الشهادة الثالثة الغربية وجبال المكلف الآن عنده مجهودات طبعا جبارة يشكر عليها طبعا. اليوم نحن في صدد تطبيق طبعا خطة الطوارئ البديلة. تعلمون جميعا بأن مستودع طريق المطار تم إقفاله في الآونة الأخيرة نظرا للاشتباكات الحاصلة لمدينة طرابلس. حاليا نقوم بتوزيع الغاز من مستودع الزاوية لكافة المناطق الجبلية والغربية والمناطق جنوب طرابلس التي كانت تتزود في السابق من مستودع طرابلس، طبعا بتوجيهات السيد رئيس لجنة الإدارة والسادة أعضاء لجنة الإدارة. قمنا ليلة البارحة بتعبئة تقريبا حوالي أكثر من 30,000 اسطوانة غاز سيتم توزيعها لكافة المناطق بإذن الله تعالى. هذه طبعا من ضمن خطة البديل التي تقوم بها الشركة. العمل ما كانش متوقف، العمل متوقف في طريق مستودع المطار نتيجة الاشتباكات اللي حادثة غادي. الموظفين ما استطاعوا طبعا لحمايتهم للمحافظة عليهم وسلامتهم، خلينا لموقع طريق المطار وقعدنا نشتغلوا بمستودع الهاني ومستودع الزاوية، وبإذن الله التزويد مستمر وما فيش حتى الأزمة. الاختناق بإذن الله وما يرجع طريق المطار للشغل بإذن الله حتفك الازدحام وبإذن الله ما في شيء. بارك الله فيكم وصلى الله عليه وسلم.